بونجور تو الموند، جيسبر كو فوز علي بيان. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان كريم. اليوم غادي نكملوا الخدمة اللي بديناها المرة اللي فاتت ديال لي فيغور دو ستيل، ونظرا للطلب المتزايد على هذا الدرس هذا هو ولو ديسكور ديريكت من كلام ديوم كلام اخرين. غادي نحاول ما امكن نكمل الخدمة ديال المرة اللي فاتت، ولكن قبل من نكمل الخدمة غندير واحد دونك ان بوتي رابيل. شنو كنقصدو ميتافور؟ هي واحد التشبيه بدون أداة. شنو كنقصدو بيرسونيفيكاسيون؟ هي تشخيص او انسانة، يعني كنعطيو صفات انسانية لواحد الشيء او جماد او حيوان. شنو كنقصدو مثلا بانتي فراز؟ كنقولو الفكرة ولكني كنقصدو الضد ديالها. شنو كنقصدو بيريفراز؟ كنقصدو بيريفراز هي واحد المجموعة ديال الكلمات اللي كتعوضنا كلمة واحدة. دونك ان غروب دو مو كي رومبلاس ان سول. شنو كنقصدو بانتيتيز؟ هما جوج ديال الجمل اللي مضادين في المعنى. شنو كنقصدو كومباريزون؟ هو تشبيه اللي كيكون فيه دونك لو كومباري ولو كومبارون ولو مويان دو كومباريزون، يعني المشبه والمشبه به واداة تشبيه. دونك المره اللي فاتت كنا خدمنا على انتيغون، دونك غادي نزيدو نكملو على هاد لي زيكزامبل. دونك دي زيكزامبل كونكري اللي جبناهم من انتيغون. المره الجايه غادي نجيبو عاوتاني من لا بواط ميرفاي، نحاولو ما امكن نضبطو الامور بالنسبه لهاد لا كيسيون ديال لي فيغور دو ستيل. نمشيو لهاد ليكزامبل هذا. تيا توت لا في دوفون توا، تيا سو تريزور توا encore. دونك هنا شنو عندنا؟ هنايا عندنا سيت اون ميتافور. دونك هنايا هنا كنهضروا عليهاش على لو بونور. لو بونور تي دونك تي توت لا في، دونك كنشبهوا الحياه بالسعاده، والحياه كنشبهوها هنايا عاوتاني باش بسو تريزور. كما كتلاحظوا معنا هنايا ما كاينش لو مويان دو كومباريزون، دونك سيت اون ميتافور. كما كتلاحظوا معايا بزاف ديال لي ميتافور كيكونوا في هاد لوفر ديال انتيغون. نشوفوا هاد لا فراز هادي. لا في سي ان ليفر كون ايم، سي ان انفون كي جو ا فو بي، ان اوتي كونتيان بيان دون سا ما. في هاد الجمله هادي دونك كنهضروا عليهاش على لا في. دونك لا في دونك هي الحياه، سي ان ليفر دونك هنا كنشبهوا الحياه بكتاب. دونك من هنا في الاول كتبان لنا راه بلي عندنا مي طاف كونيم، يعني واحد الكتاب اللي كان كيعجبنا. سي ان انفون كي جو ا فو بي. هي باش ما ننساش، قلنا يقدر يكون في واحد الجمله تقدر تلقى فيها فيغور دو ستيل وحده، وتقدر تلقى فيها جوج. بحال دابا هنايا قلنا ان ليف كونيم، راه دونك هنايا راه توت اون فراز، واحد مجموعه ديال الكلمات باش نهضروا عليهاش على لا في. يعني نقدروا نهضروا هنايا ميم علاش على بيريفراز. سي ان انفون كي جو ا فو بي، دونك هنايا كنشبهوا لا في بواحد ان بوتي انفون، ولكن حيت عندنا هنا واحد المجموعه ديال الكلمات نقدروا نهضروا علاش على بيريفراز. ان اوتي كونتيان بيان دون سا ما، دونك هنايا عاوتاني كنشبهوا الحياه بواحد الاداه اللي كنشدوها في اليد، ولكن كما كتلاحظوا معايا مجموعه ديال الكلمات كي رومبلاسي وكيعوضوا وحده. اذا دابا كنظن باننا فهمنا المساله ديال بيريفراز. نمشي لهاد الجمله هادي. اون ديغي دي شيان كالاش توس سو كيل تروف. هاد لا فراز هادي راه فيها واحد لا كومباريزون، راه بالنسبه لا كومباريزون راه ما كايناش غير كوم، راه كاينه اوسي كو، كاينه موان كو، كاينه بلوس كو، وكاينين دي مو اللي ما فيهمش بحال دابا هاد كو، بحال بلوس كو، بحال دابا هنايا اون ديغي دي شيان. دونك هنايا دونك سا سي ان مويان دو كومباريزون. نقدروا عاوتاني نلقاو ان اوتر دونك مويان اي باراي ا، نقدروا نلقاو دي فيرب كوم ريسومبلي. دونك سا سكون ابل اون كومباريزون، يعني تشبيه.
نشوفو عاوتاني نوع اخر ديال التشبيه العادي. tu es en train de défendre ton bonheur en ce moment comme un os. دونك كما كتلاحظوا معايا هنايا بالنسبه لهاد لا فراز هادي كنهضروا على لو بونور لا ديفونس دونك دان بون لا ديفونس ديال انتيغون اللي كتدافع على لو بونور كتدافع على السعاده بحال ان شيان كي اون تران دونك دو ديفوندر ان اوس. دونك هنايا سي تو اون كومباريزون علاش باسكو نا لو مويان كي اي كوم. هنا نشوفو اون اوتر فراز هادو سون دونك بالنسبه لي باش نوضح هاد المساله. بالنسبه للانتيغون في لا بيس دو تياتر ما كنهضروش على لي فراز ولكن كنهضروا على لي ريبليك ولا على لي تيراد. دونك ملي غادي تجي الفرصه غنهضروا على لو شون ليكسيكال دو تياتر. سي فو كي ات ليد ميم لي بلو بو. دونك كما كتلاحظوا معنا هنايا جوج ديال الجمل من هاد جوج ديال الجمل مفرقين بيناتهم واحد لا فيرغول نورمالمون تقدر تكون هنايا فيرغول ولا بوان فيرغول. شنو كنلاحظوا هنايا؟ كنلاحظوا بان هنايا الكلمه ديال لي دونك ليد ليد وعندنا الكلمه ديال بو وحده ماشي حدا الاخرى. ملي يكون عندكم واحد جوج ديال الكلمات او جوج ديال الافكار اللي متفارقين في المعنى ومتضادين هادو كنسميهم اونتيتاز وهنا جوج ديال الافكار اللي متناقضين. عاوتاني نشوفوا هاد لافراز هادي الون فيت كويزينيي ابل تاغا. هاد الجمله هادي كانت قالتها انتيغون لمن قالتها قالتها الكريون كريون هنا شبهت كريون لو روا كوم ان كويزينيي. دونك هنايا شبهاتو كوم ان كويزينيي بحال شي طباخ. كويزينيي هي دونك هي انها دونك طباخ يعني انه صافي دونك الى دوني الى donné le jugement ou bien donc la décision définitive de faire mourir Antigone. Donc Naya Shbena crayon à un cuisinier. D'accord, ma kaynach l'adat. Nzidou nfemo les autres figures de style. Tu as choisi la vie et moi la mort. Chnou katchoufou hnaya antithèse. هانتوما لاحظوا معايا tu as choisi دونك هنايا لحد الان الامور عاديه la vie دونك هنا امور مازال عاديه et moi la mort هادي c'est une antithèse. عندنا la vie اللي هي الحياه وعندنا هنايا la mort اللي هي دونك الموت c'est une antithèse. دونك يعني جوج ديال الافكار اللي متناقضين. D'accord. نشوفوا هاد لا فراز هادي nous allons tous porter cette plaie au côté pendant des siècles. دونك هنايا راها انتيغون كدير واحد المقارنه بين voir donc داك لا ديسيزيون ديال انتيري لا دونك لو كادافر دو بولينيس d'accord cette plaie. هنا سي اون ميتافور. دونك كيما كتلاحظوا معايا بزاف ديال لي ميتافور نحاول ما امكن نشوف واش كاينين دوطخ فيغور دو ستيل اللي مازال ما خدمناهم. اي هنايا غادي نلقاو شي حاجه جديده ان شاء الله. اوبلي لا ايمون اوبلي لا مون بوتي. هنا كيما كتلاحظوا معايا هنا عندنا دي ريبيتيسيون. بالنسبه لي ريبيتيسيون مني تلاحظوا مثلا واحد الكلمه او جمله كتعاود مثلا في الديبي ديال باراغراف هذيك راه كنهضروا على سكون ابل اون انافور. دونك نعقلوا مني كون كتبد كتعود لك واحد الكلمه بدايه ديال واحد الباراغراف كنهضروا على ايش كنهضروا على سكون ابل انافور. دونك من بعد نزيدو ناكدوا هادي. دونك نمشيو لهاد لا فراز هادي ونشوفوا واش كاين شي فيغور دو ستيل جديده ما خدمناهاش مجموعين. تو تيب سي كيل كيل في كما كتشوفوا معايا هنايا ميتونيمي كما كتعرفوا تيب راه هي لا فيل. واش في نظركم لا فيل il va savoir quelque chose donc la ville c'est un lieu. دونك هنا ما كنقصدوش تيب اللي هي لا فيل ولكن اللي كنقصدو لي زابيتون دو تيب يعني سكان ديال مدينه ديال تيب. دونك هو هذا لو ليو او بيان دونك لا فيل دو لاكسيون صافي. دونك هادي سي سكو نابيل ان ميتونيمي كنا هضرنا على ميتونيمي في الفيديو اللي داز.
دابا غادي نمشيو لهاد ليكزامبل، كنظن غادي نلقاو فيه شي حاجه جديده. هاد دونك هاد الكلمه ديال لوفيميزم، الى لاحظتوا معايا او شفتوا دي زامان ريجونو كيسولوا على هاد لوفيميزم، دونك اليوم جات الفرصه باش غادي نشرحوه ونضبطوه اون فوا بور توت. alors Antigone ne peut plus vivre, Antigone nous a déjà quitté tous. اشنو كنقصدوا بعدا بأوفيميزم؟ أوفيميزم هو اننا كنبغي نوصلوا واحد الرساله لشي شخص ولكن ما كنبغيوش نصدموه، تادير اون فا ترانسميتر ان ميساج سون شوكي لانترلوكوتور. هنايا Antigone ne peut plus vivre، يعني هنايا صافي Antigone راها ماتت. Antigone nous a déjà quitté tous. هذا مثلا هنا في الميساج فاش كنكون فاش كيكون كيهضر تيقول لك صافي راه Antigone راها غادرتنا. دونك هنا باش ما يصدمش المتلقي ولا الجمهور اللي كيتفرج في المسرحيه تيقول بانها غادرتنا. دونك باش نزيدو نفهمو شنو هو اوفيميزم، مثلا شي حد مثلا مات وكيبغي شي حد يخبر مثلا العائله ديالو تيقول له هذاك فلان او هذيك فلانه راها مشات عند الله، فقط ما يقولوا راها ماتت داكا فوالا. دونك راها مشات عند الله يعني هذه بطريقه لبقه كنوصلوا واحد لو ميساج، كنوصلوا واحد لو ميساج سون شوكي، يعني ما كنصدموش المتلقي. نمشي عاوتاني لهاد لا فراز هادي ولا لا ريبليك. Crois-tu que je pourrais vivre moi sans elle؟ Crois-tu que je l'accepterai votre vie؟ دونك هنا كيما كتلاحظوا معايا ها هي لا ريبيتيسيون، اش كتلاحظوا معايا هنايا Crois-tu que je، هاد الجمله كتعاود هنا فين كتعاود في البدايه ديال الجمله. Alors c'est ce qu'on appelle une anaphore. صافي دونك هادي anaphore c'est-à-dire la répétition d'un mot ou bien d'une expression au début d'un mot. الى عقلتو في لا بواط ا ميرفاي كان كيقول لك مثلا j'avais 6 ans d'accord، كيهضر على هذا في الباراغراف الاخر كيقول لك j'avais 6 ans et j'étais seul في الباراغراف الثاني. دونك هذاك التعود اللي كاين تماك هذاك اشنو كنسميوه؟ كنسميوه سيدي كنسميوه anaphore. نديرو هكا باش تزيدو تبعو معايا. كريون لا نشوفو هنا لا فراز اي فوتر اجيتاسيون فيرغول، لاحظو معايا فوتر بافارداج فيرغول فوتر فيد فيرغول سون زيل بوان. كيما كتلاحظو معايا راني هضرت على ثلاثة على ثلاثة ديالاش ديال لي فيرغول. هنا راه بحال هنا راه عندكم بحال بحال انيميراسيون، يعني كنعدو واحد الحاجة هنا وهاد التعداد عندنا لاجيتاسيون ها واحد، بافارداج ها جوج، فوتر فيد ها ثلاثة. دونك هنايا ثلاثة ديال لي فيرغول، دونك سا سكون ابل اون انيميراسيون ولا اون غراداسيون. شنو كنقصدو بلا غراداسيون ولا لينيميراسيون؟ لينيميراسيون هي اننا كنعدو شي حاجة بحال اللي كنحسبو اييه، او لا غراداسيون هي التدرج. دونك ولا التدرج تدير اون بروغريسيون، يعني يقدروا يكونوا مثلا الاحداث ويقدروا يكونوا مثلا كنعدوا شي حاجه بحال عندكم في هذه الحاله هذه. صافي نمشيو عاوتاني لهاد لا فراز هادي. كريون اي سورتي كوم ان فو، دونك هنايا باينه لا فراز سي اون كومباريزون. وعندك هنايا اي بارتي توشي أمور، c'est une hyperbole. أشنو كنقصدو بهيبربول؟ هي مبالغة. Elle est partie toucher à mort، يعني دونك elle est partie toucher à mort، يعني هنا كنهضرو على من؟ على إيمون فاش مشى يلتحق بأنتيغون فاش مات، داكوغ؟ toucher à mort. المهم فوق ما كتكون عندكم واحد النوع من المبالغة، واحد الجملة ملي تلقى بحال لو بلوس ما فيهاش كو الله يجازيك بخير، أنت اللي كدوز امتحان، انت اللي كدوزي امتحان، ما خاصش تشوف تما لو بلوس وما فيهاش تقول لي كومباريزون. دونك فوالا، دونك سا سكون ابل اون ايبربول. باش نزيد نفهم ايبربول، ملي تلقى مثلا بحال هذاك الارقام بحال دي ميليي دو مور، دو فوالا دونك دي مليون دو بليسي، ولا ملي كتلقى دي كومون ديراج، ملي كتلقى دي زيكزومبل
اللي فيهم تخي و ترو داكور، بحال دابا هادو كيكون فيهم المبالغة، دونك نديرو بحال هكا. نزيد نشرح هنايا، نو سوم دو سو كي دونك كي لوي سوت ديسو كون إل سو رونكونتر، فوتر اسبوار فارغول، فوتر شير اسبوار دونك، فوتر سال اسبوار غراداسيون. كنا نهضرو هنايا حتى لا ريبيتيسيون، إلا لاحظتو معايا هنايا اسبوار. غادي نمشي لسو ديو جايون كي مون لوفي دون سي برا، إي مو سوفي دونك مونستر إي دي زومبر. دونك هنايا أون فافار إن كومباريزون سون مويان. Un vrai petit garçon pâle qui crachera devant Mufasa. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle une métonymie. D'accord? Donc c'est-à-dire, ici, on va parler donc de quoi? De petit bébé. Au tombeau, donc au lit nuptial, aux demeures souterraines. Donc, on a un ensemble de kalimat qui hawlou ma amkan yecharhouna kalma wahda okhra. D'accord, donc c'est ce qu'on appelle une périphrase. Kan choukra likom, on tlaqaw f le vidéo, enfin le vidéo jay inchallah.